وخليني قبل ما اروح لفاصل اقدم لحضراتكم تقرير يمكن يلخص مجموعه من الصفقات المهمه جدا في بعض الرياضات الجماعيه، منها كره اليد. طبعا استقدام الاهلي للاعب اسامه الجزيري اللي اعتقد انه اضافه كبيره جدا لفريق اليد في الاهلي، وجاي من الصفاقسي التونسي، وايضا بعض الصفقات الثانيه المرتبطه بكره السله تحديدا فريق السيدات. هنشوف تقرير كده ملخص لمجموعه من اهم الصفقات اللي اعتقد هتفيد بشكل كبير في بناء الفرق في المواسم القادمه، وبعدها فاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره ثانيه في السادسه على شاشه الاهلي. تابعونا. أنا سعيد جدا بالنادي الأهلي، النادي الأهلي فريق كبير عنده سمعة كبيرة عالميا في تونس، سمعته ممتازة، معناتها فريق عالمي. سعيد جدا إن شاء الله نقدم مردود ممتاز للنادي الأهلي ونسعد الجمهور بتاعه ونكون عند ثقة مسؤولين وجمهور النادي الأهلي إن شاء الله. والله استقبال عظيم، ما كنتش متوقع الاستقبال هذايا، خاصة لما معناتها صار رسمي انتقالي للأهلي الإرساليات من جمهور الأهلي، معناتها ما كنت حاجة عظيمة ما كنتش نتوقعها. نحب نقول لهم إن شاء الله تشجعونا في المباريات الكل وتكونوا حافز لنا، وإن شاء الله احنا نفرحوكم بالبطولات وإن شاء الله جاي خير.